تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من فجر اليوم من إحباط عملية تهريب طن و120 كيلوغراما من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمدخل مدينة القنيطرة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متنها عن ضبط 36 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا و120 كيلوغراما من المخدرات المعبأة بشكل محكم ضمن مجموعة من البراميل البلاستيكية الفارغة، فضلا عن توقيف سائقي الشاحنة البالغ من العمر 47 سنة.